عن المكاسب الاقتصادية لزيارة رئيس الوزراء الهندي لمصر. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار. بعد التحية لك دكتور هشام، يعني لقاء رئيس السيسي ورئيس الوزراء الهندي تناول سبل تعزيز طبعا العلاقات الثنائية في جميع المجالات، ويعني تعظيم حجم التبادل التجاري، تبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين. ما هي مكاسب مصر من هذه الزيارة على المستوى الاقتصادي؟ دكتور هشام، مساء الخير. هل تسمعنا؟ مساء الخير. اهلا بيك. اهلا، تفضل، تحياتنا لك، تفضل. اتصورنا يعني مرحله جديده من العلاقات الاقتصاديه فيما بين مصر والهند. يمكن العلاقات التاريخيه فيما بين الجانبين هي ممتده على مدار عقود طويله، والحقيقه يمكن دوما الحقيقه كان هناك تفاهم على المستوى الاستراتيجي والسياسي اللي هي فيه ما بين الجانبين، لكن يمكن العلاقات الاقتصاديه الحقيقه لم تكن تحظى بهذا القدر من الاهتمام اللي احنا بنشوفه في الوقت الحالي. على وجه التحديد مصر هي محدده تماما ما تحتاجه من الهند. هي الهند دوله متقدمه للغايه في عدد من المجالات، بنتكلم على قطاع تكنولوجيا معلومات، بنتكلم على قطاع صناعه الدواء. الحقيقه في مجالات متعدده الحقيقه مصر تحتاجها بشده من الجانب الهندي، وعشان كده يمكن هيكون التركيز الاكبر على جذب الاستثمارات من الهند. يمكن ايضا العلاقات على مستوى السياحه بالتاكيد هامه للغايه، واحنا هي كنا سعداء بزياره رئيس الوزراء الهندي لمنطقه الاهرامات، والحقيقه صور مبدعه للغايه الحقيقه، كان برفقه الدكتور مصطفى مدبولي والسيد وزير السياحه. لكن اتصور انه يمكن حتى حجم العلاقات التجاريه فيما بين الجانبين على الرغم من زيادته، لكن اتصور انه تركيز مصر منصب بشكل اساسي على زياده ارقام الاستثمارات، وهو ده اللي احنا اللي هي محتاجينه وبشده. واتصور انه ما تم التوقيع عليه من اتفاقيه في اطار رفع المستوى العلاقه فيما بين الجانبين للمستوى الاستراتيجي هتصب في جانب زيادة هتصب في جانب هذه الأرقام التي توجد عندنا. يعني التبادل التجاري بين مصر والهند بيسجل حوالي 6 مليار دولار خلال 2022 مقابل 5 مليار و300 مليون دولار خلال 2021، وهذه هي نسبة ارتفاع قدرها 13.7%. هي أرقام جيدة، ولكن نريد طبعا أن ترتفع هذه الأرقام. صحيح، لكن هيظل على الرغم من زيادة التبادل التجاري الحقيقة طموحنا مبني أكثر على الاستثمارات، وعلى وجه التحديد الاستفاده من التطور العلمي والتكنولوجي اللي موجود الحقيقه في الاقتصاد الهندي. خلينا ناكد على انه الحقيقه الهند طبعا الاستثمار الهندي موجود في مصر، يعني هناك اكثر من 200 شركه صحيح. هنديه، واحنا الحقيقه محتاجين ان هذا الرقم يتزايد، وخاصه في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس. خلينا نشير ايضا الى انه الهند دوله هامه للغايه في تجمع بريكس، مع الصين، مع روسيا، مع البرازيل، مع جنوب افريقيا الحقيقه، ومصر مهتمه كثيرا بهذا التجمع، وبالتالي مش بس على مستوى الاطار الثنائي فيما بين الجانبين، لكن كمان على مستوى التجمعات الاقتصاديه مصر لديها طموح كبير للغايه في الاستفاده من قدر مسانده الهند. وايضا اتصور ان الهند لها اهتمام كبير للغايه ومصر باعتبارها انها دوله محوريه مركزيه في منطقه الشرق الاوسط في القاره. صحيح، يعني وده سؤالي لحضرتك، ما مكاسب الهند من علاقتها بمصر؟ بالتاكيد الهند لديها طموح في القاره الافريقيه، وده الحقيقه واضح بشكل كبير للغايه، وثون الهند بتسييد على نفس خطى الصين في هذا الامر. تحتاج لمزيد من بناء قواعد انتاجيه في المنطقه، منطقه الشرق الاوسط داخل القاره الافريقيه، لديها طموح في النفاذ بمنتجاتها لمعظم الدول الافريقيه، ومش هيكون امامها غير مصر، لانها هي بحكم ما تم في اطار المشروعات القوميه على مدار السنوات العشر الماضيه، مصر بالتاكيد اصبحت جاهزه في الوقت الحالي علشان تكون محطة مهمة للاستثمارات اللي هتنطلق وتخدم على كافة الأسواق الأفريقية. وبالتالي زي ما الهند لديها طموح داخل مصر وداخل القارة الأفريقية، بالتأكيد أيضا مصر لديها طموح في علاقات اقتصادية أكثر قوة فيما بين الجانبين، سواء كان على المستوى الثنائي أو على مستوى التعددي. وهذا أيضا من الممكن أن يتأتى من خلال رفع هذا المستوى من العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يا دكتور هشام. صحيح، ويمكن هو ده الحقيقة درجة أهمية هذه الزيارة، أنه كما أشرت في البداية أنها بتفتح مرحلة جديدة من العلاقات فيما بين الجانبين. أتصور في الوقت الحالي مصر بالفعل من أكثر الدول جاهزية علشان تستفيد من علاقات اقتصادية
في اطار من التوازن وفي اطار من العداله. واعتقد ان مصر يمكن ان تستفيد كثيرا في اطار علاقتها مع الهند. خلينا نشير للعلاقات الاقتصاديه المتنوعه اللي بتسعى مصر انها الحقيقه تخلقها على المستوى الدولي. خلينا نشير ايضا لمجال هام للغايه ومجال الزراعه على وجه التحديد، استيراد القمح من الهند. الحقيقه مصر لديها قدر هائل من العلاقات الاقتصاديه التي يمكن ان تستفيد، وثون هذه الزياره بتفتح مرحله جديده لانطلاق العلاقات الاقتصاديه فيما بين الجانبين. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار على هذه المداخله.